الطاقة هو قطاع متخصص ويزمو معناها برشا اختصاصات برشا دراسات. ولذا احنا علاش الفكرة انه احنا في تونس نعرفوا اللي معناها كنا ما عندناش عجز ساقي لحد سنة 2000، ومن عام من سنة 2000 فصاعدا ولينا عندنا عجز ساقي، والعجز الساقي هذايا قاعد كل عام بعد عام يكبر، وفي العشر سنين الاخرين زاد كبر اكثر برشا. علاش؟ على خاطر عندنا معناها نعتمدوا خاصة على الغاز، ولكن مصدر واحد من الغاز اللي هو أنبوب اللي جاي من شقيق الجزائر، ومعناها وعندنا زاد طبعا المكامن نتاعنا، ولكن المكامن نتاعنا في معناها الانتاج نتاعها ماشي وينقص. عادة يلزم باش تعاود تجدد المكامن نتاعك يلزم يكون فما استكشاف، يلزم يكون فما حفر، يلزم وهذا ما صارش في العشر سنين الاخرين.